بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره. فالفقه نوع من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه. نحن تكلمنا قبل ذلك على الفقه، وقلنا إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وتكلمنا على المعرفة، وقلنا إنه أراد من المعرفة الإدراك أو مطلق الإدراك، وليس الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، لأن الفقه من باب الظنون، فينبغي أن يعرف بما يناسبه من التعريف التي تليق بأبواب الظنون. فالفقه بالمعنى الشرعي، أنا عندي الفقه بالمعنى اللغوي ولدي الفقه بالمعنى الشرعي. الفقه بالمعنى اللغوي هو مطلق الفهم، سواء كان فهما للأشياء الدقيقة أو لم يكن فهما للأشياء الدقيقة، لكنه لم يرد أن يعقد مقارنة وعلاقة بين الفقه بالمعنى اللغوي والعلم، وإنما أراد أن يعقد مقارنة وأن يعقد علاقة بين الفقه بالمعنى الشرعي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وما بين العلم الذي هو إدراك مطلق الإدراك، سواء كان هذا الإدراك إدراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل أو لم يكن كذلك، حتى يتم ويصلح قوله أخص، لأن هذه العبارة من ضمن العبارات المشكلات في الكتاب التي تكلم فيها الشراح وألمحوا إلى وجود إشكال في الكلام، لكن خلينا نمشي على هذا وبعد ذلك نريكم ما هو وجه الإشكال. أخص من العلم، الفقه صنف من أصناف العلوم وصنف من أصناف الإدراكات، والعلم أشمل لأنه يتسع لإدراكات متعددة، هذه الإدراكات قد تتعلق بفن الفقه فتكون فقها، تتعلق بأصول الفقه فتكون أصولا، تتعلق بالتفسير فتكون تفسيرا، تتعلق بالحديث فتكون حديثا. فهذه الإدراكات إن كانت إدراكات للأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كانت فقها، وإن كانت هذه الإدراكات إدراكات للأدلة الكلية على سبيل المثال إلى آخر تعريف الأصول كانت أصولا، وإن كانت إدراكا لي يعني فن الحديث بنوعيه الرواية والدراية كان ذلك من قبل فن الحديث. فالفقه الذي هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد نوع من أنواع العلم الذي هو الإدراك، ولذلك قال أخص من العلم، لأنه صنف من أصناف العلوم لصدق العلم. اعلم أنه إذا قال لك لصدق كذا فإن الصدق في المفردات يكون بمعنى الإخبار، عندما يقول لك لصدق العلم بالنحو يعني لأن
العلم يكون، تقول مثلا النحو علم، يعني لأن العلم يقع مخبرا به عن هذا الصنف. تقول الفقه علم، يبقى ده ايه؟ ده صدق، لأن العلم صدق على الفقه. والنحو فقه، والنحو ايه؟ والنحو علم. فكذلك ها النحو أو العلم صدق، العلم صدق على النحو. الحديث علم، كذلك الحديث ها صدق، العلم صدق على الحديث. العلم هو الذي يصدق، يصدق يعني ايه؟ يعني يخبر به. ما لناش دعوه بعبارات المناطق، لان عبارات لما نتكلم بعبارات اللغه بتبقى اسهل ليونه واسرع الى الافهام. تقول لصدق العلم، يعني لصحه الاخبار بالعلم عن النحو. تقول النحو علم، طب ما انا اخبرته، اخبرت بالعلم عن النحو. الفقه علم، اخبرت بالعلم، وهكذا. لصدق العلم بالنحو وغيره. فالفقه نوع من العلم. الفقه نوع، يعني صنف من أصناف العلوم. فالفقه نوع من العلم. فكل فقه، يعني كل ما يصدق عليه أنه فقه، يصدق عليه أنه علم. فكل ما هو في الحقيقة علم أو معرفة للأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يكون صنف من أصناف العلوم. فكل فقه علم، يعني كل ما يسمى بالفقه يسمى بالعلم. ولذلك وانت شايل كتاب الفقه تقول ايه؟ ده كتاب علم، مش كتاب علم بمعنى أنه هو لا، ده هو صنف منه وطرف منه. ولذلك فكل فقه علم، كل ما يسمى بالفقه يسمى بالعلم، وليس كل ما يسمى بالعلم يسمى بالفقه، لأن الأعم لا يصدق على الأخص. العكس بقى، الأعم يصدق على الأخص، لكن الأخص لا يصدق على الأعم. فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، يعني ليس كل ما يسمى علما يسمى فقها، لأن كل ما يسمى علما منه الفقه، ومنه الحديث، ومنه النحو، ومنه التفسير. لأن التفسير مش هو الفقه، ده التفسير حاجة تانية. وليس كل علم فقها. وكل، يلا نحولها بقى من المصدر إلى من قام به المصدر. وكل فقيه، يعني كل من يتصف بهذه الصفة يتصف بصفة العلم. كل من يصدق عليه أنه فقيه يصدق عليه أنه عالم، وليس كل من يصدق عليه أنه عالم يصدق عليه أنه فقيه. يبقى العلاقة بينهم علاقة إيه؟ العموم والخصوص المطلق. فدائرة العلم أوسع ودائرة الفقه أضيق. يبقى هنا أراد أن يتكلم عن العلاقة ما بين العلم وما بين الفقه. العلاقة إيه؟ العموم والخصوص المطلق. كان في مشكلة. هي بقى المشكلة، انزل لتحت بيقول ايه؟ والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. يعني ايه؟ يعني إدراك جازم ومطابق للواقع عن دليل، هو ده العلم. طب والفقه؟ لا، الفقه ليس هكذا، بل الفقه من دائرة الظنون ومن باب الظنون، ولذلك ليس إدراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل، وإنما هو مطلق الإدراك. هو ما هو الفقه إدراك جازم، ولكن ليس
عن ليس كذلك مطابق للواقع. عن دليل عن دليل الفقه، ولكن مش مطابق للواقع، لأنه ظن، لأن استفيد من الأدلة الظنية، وما استفيد من الأدلة الظنية إنما يكون ظنا. فلذلك لو أنت قلت العلم الذي هو هنا هو العلم الذي بعد، وهذا هو الظاهر من العبارة، لأنه تكلم على علاقة الفقه بالعلم، ثم بعد ذلك عرف العلم، وكأنه أراد أن يقول انتبه إلى أن العلم الذي عقدته المقارنة والعلاقة بينه وبين الفقه هو العلم الذي سأتكلم عنه بعد ذلك، والعلم الذي سوف يتكلم عنه بعد ذلك هو العلم المطابق لما في الواقع ونفس الأمر، وهذا لا يكون إلا يقيني، وأما الفقه فظني. وعلى هذا فلا يتأتى قول المصنف إن الفقه أخص من العلم، بل يكون العلاقة بينهما علاقة التباين، أي أن الفقه لا يصدق على العلم بمعنى معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، وأن العلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر لا يصدق على الفقه بهذه الطريقة، لا من قبيل ولا من دبير، بل العلاقة بينهما أنه لا علاقة. يعني ده علم وده ظن، ده قطعي وده ظني. إيه العلاقة ما بين القطع والظن؟ التضاد. العلاقة أنهما ضدان، لأن ده معناه إيه؟ ده معناه قطع وهذا غير قطع، ثم ضدين. الظن ده مختلف عن العلم، الظن إدراك الطرف الراجح، واخد بالك؟ أما العلم ما فيهوش طرفين، ده هو طرف واحد بس، ما فيهوش احتمالات. وعند ذلك وقع الإشكال ووقع النزاع في هذه العبارة لدى المتأخرين. لو ذهبت إلى كتاب الشرح الكبير للإمام ابن قاسم العبادي، الشرح الكبير على الورقات، ستقرأ مثل هذا، بس انت هتقراه مش هتفهم حاجة. أمال أعمل إيه؟ اللي أنا بقوله ده هو اللي موجود فيه. ولو قرأت النفحات للجاوي، وهو برضك الجاوي، واخد بال حضرتك، واخد كل ما كتب من ابن قاسم العبادي بالحرف، نفس الكلام. ما هيجيب منين؟ واخد بالك؟ يعني هو مش تعلم هنا ولا تعلم هناك، هو هنا مولانا. فمسك ابن قاسم الشرح الكبير وراح يعني زي ما تقول كده نخله، وأخذ ما فيه ووضعه في النفحات. فليقرأ النفحات يقول إيه ده عبقري، ده مش هو، ده ابن قاسم العبادي. والله ده يعني، بس هو مش عندك، هو من جزيرة سومطرة، وجزيرة سومطرة دي مؤرخ، جزيرة سومطرة ديت أندونيسيا، وأعتقد أنها بس قبل في عصره كان الاثنين واحد، بلدتين واحد، صح كده؟ يبقى من عندكم، وابن قاسم من عندنا. طيب، والفقه انتهينا من هذا، لكن دي بقى مشكلة ومعضلة. إما أن أنت تقول والفقه أخص من العلم، طب أنه علم لم يتقدم له تعريف ولم يأتي له تعريف؟ فلو قلت إن هو بمعنى الإدراك وقعت في مشكلة، وهو لأنه لم يعرف العلم بمعنى الإدراك. لا، ما عرفش العلم بمعنى الإدراك، مطلق الإدراك، خد بالك، لكنه عرف العلم بمعنى معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. فلو قلت إن العلم هنا بمعنى الإدراك ستقع في مشكلة، هو أنه لم يعرف العلم بهذا المعنى. ولو قلت إن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر ستقع في مشكلة، وهو أن العلاقة بينهما ليست الأخصية. طب نعمل إيه؟ نقرأ اللي بعده. ما هي مشكلة لا جواب عليها، لكن حضرتك لما تقرأ الشراح مشوها،
وكأن اللي كان في عقولهم وفي رؤوسهم التساهل، لأن هذه وضعت للمبتدئين، وأمر المبتدئين ليس يعني على حذو التدقيق الشديد. لكن ابن قاسم سمحت له الملكة أن يتفوه بما تفوه به، بارك. طيب، انتقلنا بعد ذلك نتكلم على معرفة الإيه مولانا، على معرفة العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم. هو يتكلم هنا على العلم الحادث، لأن العلماء أو بعض الشراح قال لأن علم الله لا يطلق عليه، لأن الله لا يطلق على يعني علمه معرفة لا في اللغة ولا في الاصطلاح. قال بعد ذلك: معرفة، وقلنا المعرفة إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل الآخر مقيم. المعلوم، إيه هو المعلوم؟ هل المعلوم، ما هو المعلوم ده اسم مفعول، والاسم المفعول مشتق من ذات وقع عليها وصف معين، يعني ذات وقع عليها العلم. إيه ده؟ يبقى كده التعريف في دور، لأن كأنني قلت معرفة الشيء الذي وقع عليه العلم. طب إيه هو العلم؟ هتقول اطلع بره عرفه. العلم هو اللي احنا بنقوله ده، اللي هو معرفة الشيء الذي وقع عليه علم. وما هذا؟ طب أنا عرفت الشيء، طب العلم ده ما هي تعريفه؟ اطلع خده من بره. يبقى بص، هنلف حوالين نفسينا، نخش جوه نسأل على معنى العلم، يقول لي اطلع بره عشان تسأل. زي طريقة الموظف المصري، أخي بقى هي طريقته كده، يقول لك فوت علينا بكرة يا سيد. طب أنا جبت الورقة الفلانية، يقولك لا الورقة الفلانية دي يعني بها أغلاط كثيرة جدا، روح المصلحة الفلانية هم يصلحوها لك. يجي على التاني، لا الورقة دي فيها مشاكل، روح للمصلحة اللي انت لسه جاي منها خليهم يصلحوها لك. تروح له بيها المرة التانية، طب يا أستاذ ضيف يعني البتاعة دي، يقولك روح لأستاذ شرفي صلحها لك. طب يا أستاذ شرف، طب روح لأستاذ فلان. هي دي الإحالات، واخد بالك؟ ما عندكوش انتوا الكلام ده. احنا دايما سباقون الى الخير، دي انجازات ومهارات شخصيه. قال: فهنا طب هيعمل ايه؟ قال لك لا، ما هو المعلوم هنا ليس معناه الذات التي وقع عليها العلم، معناه ما من شأنه ان يتعلق به العلم، ما من شأنه ان يعلم، ما من شأنه ان يعلم. يعني انت من شأنك ان تعلم. طيب، وهذا من شأنه ان يعلم، فما دام من شأنه ان يعلم، يبقى هو اذا تعلقت به المعرفة والادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، كان ذلك من قبيل العلم. طب ما بين الاراضين ليس من شأنه ان يعلم، ما في البحار ليس من شأنه ان يعلم لنا، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ ما من شأنه ان يعلم، ما على صفة وحالة استحق أن يتعلق به العلم. قال: إدراك ما من شأنه أن يعلمه. طيب، وبرضك هنا في كلام لطيف كده في الشرح الكبير لو حد عايز يطلع عليه: محسوسا كان أو معقولا، يعني سواء كان هذا الذي من شأنه أن يعلم، هو بيتكلم على إيه؟ ما تعلق به العلم. الذي تعلق به العلم قد يكون محسوس، أمر يدرك بالحواس، وقد يكون أمرا لا يدرك بالحواس بل من قبيل المعقولات. موجودا كان أو معدوما، يعني سواء كان هذا الذي من شأنه أن يعلم من قبيل الموجودات، أو كان هذا الذي من شأنه أن يعلم من قبيل المعدومات. طيب، على ما هو به في الواقع، يعني لابد وأن يكون أن تكون هذه المعرفة لهذا الشيء الذي من شأنه أن يعلم، لابد وأن تكون مطابقة لما في الواقع، أن يكون ما في الأذهان
مطابق للحقيقة الخارجية. واخد بالك؟ طيب أنا عرفت حاجة أهو في ذهني، قلت مثلا هذا الكوب بارد وتصورت ذلك وأدركته إدراكا شديدا وهو من شأنه أن يعلم. خرج بارد، يبقى إيه اللي حصل؟ حصل أني ما في ذهني وافق موافقة تامة لهذا الواقع. طب وده حصل بإيه؟ حصل بالرؤية وحصل بالتجربة وهكذا. يبقى لابد وأن يكون هذا مطابقا وموافقا للواقع، ولا بد كذلك أن يكون عن دليل. ولذلك الإمام هنا قال فهو حكم الذهن، يعني هذا التعريف الذي تكلم عنه إمام الحرمين هو أيضا يساوي هذا التعريف حكم الذهن. إيه هو الحكم؟ الحكم ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. أقول مثلا كوب العصير بارد، أثبتت البرودة لكوب العصير، يبقى هذا حكم لأنه فيه إثبات شيء لشيء. كوب العصير ليس بحار، نفيت عنه الحرارة، يبقى هذا حكم لأن فيه إثبات البرودة وفيه نفي الحرارة عن الكوب. الذهن اللي هو العقل اللي هي القوة المفكرة، الجازم، الجازم هتبقى صفة للإيه؟ الذهن الجازم صفة للذهن مش للحكم يا مولانا. ازاي يا مولانا؟ هو مين اللي بيبقى جازم؟ ده الحكم مجزوم بيه والذهن هو اللي جازم. هو من إدراك الفاعل وإرادة المفعول. مفعول ايه؟ وجاز. يا راجل انت سيبوي على ده، بيقول لك الذهني الجازمي، هو مين اللي بيجزم؟ ده الذهن هو اللي بيجزم مش الحكم. بس هو جزم بايه؟ جزم بالحكم. ما هو جزم دي ايه؟ اسم فاعل. طيب اسم الفاعل ده لابد له من ان يتعلق بايه؟ ما هو هو اصلا في قوات الفعل يجزم الذهن بالحكم، بس كده. يبقى الحكم ده يا مولانا مجزوم بيه والذهن ايه؟ جازم. الذهن هو الذي جزم والحكم ده يا مولانا ده مجزوم بيه، وقع عليه الجزم اصلا، وقع عليه القطع. ما انا مش هقول قاطع، الحكم لا يوصف بالقطع الا ما ايوه المطابق صفته ماذا؟ لسه واحده واحده. الحكم، الحكم هو الذي طابق مش الجزم. قال فهو حكم الذهن، يبقى الذهن ده مولانا مضاف إلى حكم، حكم الذهن الجازم اللي هو إيه؟ الذهن هو الذي جزم. وانت عارف أصلا أن إسناد الجزم إلى الذهن ده مجاز، لأن الذي جزم بالحكم هو النفس الناطقة، وأضيف الجزم إلى الذهن مجازا لأنه بواسطة. لا هو ما هو النفس التي جزمت بالحكم، التي قطعت بهذا الحكم، بلك لكنه أضاف الجزم إلى الذهن لأنه هو أول وسيلة للإدراك. فهمت بقى الحاجات الدقيقة دي؟ قال فهو حكم الذهن الجازم المطابق. إيه بقى المطابق؟ وصف الإذا، ما الشيخ علي بيقول لنا والجنال، وهو وصف للحكم لأن الحكم هو النسبة، هي التي طابقت، هي التي وافقت. وافقت إيه؟ المطابق. طب ما هو حازف المتعلق للعلم به، المطابق يعني للواقع، الذي في الذهن قد طابق ووافق الوجود الخارجي لموجب، يعني لدليل من هنا لبيان الجنس، جنس الموجب. يبقى الموجب إما أن يكون دليل الحسي
وهو حكم للذهن، حكم ذهني أو النسبة موجودة في عقلي، وهذا الذهن جازم بهذه النسبة. ما هو جازم؟ جازم بإيه؟ جازم بالحكم. مطابق، مين اللي مطابق؟ هذه النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية. ذهن، الذهن هو الذي يعني كان واسطة بين النسبة الذهنية وما بين جزم النفس. الجازم المطابق، مطابق لأن النسبة الذهنية وافقت النسبة الخارجية. لموجب، الدليل هو إيه؟ إن أنا شفته، وهذا الموجب كان من الحس. طيب أدي أهو، الحمد لله أنا قلت المسألة صعبة. أو عقل، أو أن هذه النسبة الذهنية وافقت النسبة الخارجية، وكان ذلك على سبيل حكم الذهن الجازم بدليل ولموجب العقل. صلوا على النبي. إحنا عندنا دلوقتي بنقول العالم إيه؟ العالم حادث، يبقى هي دي الجملة. طيب الجملة ديت معلومة أم مظنونة؟ العالم حادث مظنونة. العالم حادث مظنونة؟ لا، ده أنت كده لا حصلت الفلاسفة. لا لا، معلومة. طيب حدوث العالم، حدوث كل ما سوى الله، أردت غير بديهية يعني. لا، معلومة، لا قطعية. طيب ديت طريقها إيه؟ دليلها إيه؟ دليل العقل، لأن إحنا قلنا العالم حادث، كيف توصلنا إلى هذه النسبة؟ قلنا العالم متغير، وكل متغير حادث يكون إيه مولانا؟ العالم حادث. الصغرى قطعية والكبرى قطعية، فلذلك كانت النتيجة قطعية. يبقى حدوث العالم دليله العقل، ولكن حدوث العالم هذه النسبة في عقلي. طيب هذه النسبة في قلبي وعقلي وعقيدتي، هذه النسبة قطعية علم. لماذا؟ لأنه حكم أنني أثبتت الحدوث للعالم، وهذا الحدوث جزمت وقطعت به في نفسي وفي عقلي. طب وهي مطابقة، هذه النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، وهذه النسبة طريقها دليل وهو دليل العقل. أو مثلا عادة، شربت الكوب، هذا العصير بارد، أثبتت البرودة للعصير. طيب دي حكم ولا مش حكم؟ حكم. طيب وهذا الحكم مجزوم به، ومن الذي جزم به؟ عقلي. وهذه النسبة وهي البرودة مطابقة للواقع، ودليل مطابقتها التجربة، أنني شربتها. بس أنت مولانا كده دي أول مرة أنت استطعمتها تبقى حس. لا، ما أنا جيت بعد كده قلت إيه؟ هذا الكوب بارد، فشربت المرة الثانية حكمت عليه بالبرودة، واخد بال حضرتك؟ لأن العادة تثبت بمرة واحد، النار محرقة، ثبوت الإحراق للنار ديت حكم إيه؟ ده حكم عادي لكنه قطعي. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل، ودليل الإيه؟ دليل العادة. هي أول مرة تبقى حسية، بعد ذلك نعتمد عليها في العادة. أول مرة حضرتك ما تعرفش النار وأحكامها، وضعت يدك عليها احترقت يدك، فعلمت من خلال ذلك أنها محرقة، لكن ثبوتها في أول مرة ثابت بالحس.
وفي المرات التي تأتي بعد ذلك وحكمك عليها بعد ذلك إنما يكون معتمدا على العادة. هذا قاله الشيخ أحمد الشيخ الصاوي على الدردير، قال كده إن الحكم العادي في أول حصوله يكون عقليا وبعد ذلك يكون عاديا. مش عقلي كمان ده حسي، لأن أنا لمست احترقت. طيب هيضرب بقى أمثلة وأمثلة لطيفة وانتبهوا، لأن المنطقة اللي جاية دي منطقة خطر. يعني منطقة خطر يعني صعبة شوية، محتاجة منكم إلى التفات وإلى انتباه، لأنه هيتكلم على التصديق وعلى التصور، وهيتكلم على مسألة دقيقة جدا. أخذ هذا الكلام من شرح المحلي على جمع الجوامع. واخد بالك يا مولانا؟ بارك الله فيك. خلصنا بقى، يبقى حكم الذهن الايه؟ الجازم. والجازم دي صفة لمين يا مشايخ؟ للذهن. أيوة كده، حكم الذهن الجازم. نقرأ بقى. قال كإدراكي الإنسان، يعني الإدراك المتعلق بالإنسان، كإدراك الإنسان يعني كالإدراك المتعلق بالإنسان بأنه حيوان ناطق. يبقى ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان علم. طيب هذا العلم مطابق للواقع عن دليل إلى آخره. يبقى ثبوت بأن الإنسان حيوان ناطق يبقى ده إدراك، وهذا الإدراك مطابق للواقع. وإدراك الفرس، وكإدراك الفرس بأنه حيوان صاهل، والصهيل معروف. والحيوان بأنه، وإدراك كذا كإدراك الحيوان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة. إيه هو الحيوان؟ قالوا جسم يدخل في كل الأجسام، نامي خرج به الأجسام غير النامية، ودخلت الأجسام النامية كالنبات وكالإنسان. متحرك بالإرادة، خرجت النباتات لأنها غير متحركة بالإيه؟ بالإرادة، مع أنها أجسام نامية. ومتحرك بالإرادة يا مولانا ده قيد واحد. طيب أنت قلت كإدراك الإنسان، ما هو الإدراك؟ قال والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني هيصل المعنى إلى النفس معنى تاما. ولذلك انتبه إلى أن الإدراك هو من قبيل التأثر، يعني أنت تأثرت بالإدراك، أنت لم تفعل شيئا في الإدراك، فتحت عينك لقيت أخونا قاعد قدامك، حصل لك علم بأنه أمامك. هل أنت اللي أوجدت العلم ده؟ لا. هل أنت اللي أنشأت الإدراك ده؟ لا. ولذلك أنا تفاعلت وانفعلت للإدراك، فليس بيدي الإدراك. قال وصول النفس، أي النفس الناطقة، إلى المعنى، إلى المعني، المعنى اللي هو إيه؟ اللي هو المعني، اللي هو المقصود، بتمامه، يعني ملابسا هذا الوصول بالتمام. فالباء هنا باء الملابس، باء للملابسة، يعني وصولا ملابسا للتمام من نسبة، يعني من هنا لبيان جنس المعنى. يعني سواء كان هذا المعنى متعلق بالنسب أو متعلق بالأفراد، يعني كان معنى مركبا ونسبة أو كان معنى مفردا. أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه، يعني ليس وصولا ملابسا للتمام، فإنه يسمى شعور. يبقى الشعور هو الوصول إلى المعنى لا بتمامه. مصطلحات كلها. ثم هينتقل للكلام على الفرق بين التصور والتصديق.
أخد بالك بس بعبارته هو، مش دعوه بعبارة السلم. انتقلوا بقى شوية بقى من عبارة السلم إلى هذه العبارة. ما تقولش لا أنا عايز عبارة السلم إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. ما تطلع بقى مرة واحدة بقى من من السلم. أنا عارف أنت بتحب السلم. إن شاء الله يوم بعد 50 سنة نبقى نشرحه هنا في الرواق. والإدراك، إيه هو بقى الإدراك يا مشايخ؟ اللي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم. يعني حصول الإدراك في النفس بلا مصاحبة حكم له من إيقاع نسبة أو انتزاعها تصور. يبقى التصور هو يا مشايخ، التصور هو حصول الإدراك من غير مصاحبة حكم بالانتزاع أو بالوقوع. بسيط، نقول مثلا الجو حار أو الجو بارد، الطقس بارد. الطقس بارد ده إيه؟ الطقس ده موضوع، وبارد ده محمول. وثبوت البرودة للطقس دي نسبة اسمها نسبة ايه؟ نسبة كلامية. كونه بقى في الواقع برا هذا يعني بارد مش بارد دي قضية تانية. يبقى انا عندي كام؟ عندي ادراك للموضوع بمفرده، ادراك للمحمول بمفرده، إدراك للنسبة، إيقاع هذه النسبة. بمعنى إيه إيقاعها؟ يعني التسليم لها أو عدم التسليم لها. يبقى دي الرابعة، إدراك الموضوع مفردا وتصوره ده لوحده تصور، وتصور المحمول ده تصور. تصور النسبة بدون الانتزاع والإيقاع اللي هو التسليم وإلى آخره ده أيضا من قبيل التصورات. طب التصديق، لا التصديق ده معناه أن تصير بعد هذه النسبة مذعن ومسلم لها، قلبي ماشي معاها. الله، تبقى أنت كده مسلم ليها ويبقى أنت كده حضرتك صدقتها. قال والإدراك بلا حكم معه من إيقاع النسبة، من إيقاع النسبة في القضية الموجبة أو انتزاعها في القضية السالبة تصور. يبقى ما لم يكن هناك حكم ومعه إيقاع وانتزاع يكون ذلك تصور. طيب، وكذلك كإدراك الموضوع وحده وإدراك المحمول وحده وإدراكهما معا، يعني تعلق الإدراك بهما معا دون النسبة بينهما، أو إدراك النسبة بغير إيقاع وانتزاع، كل ذلك يسمى إيه؟ تصور. قال وإدراك النسبة، خلي بالك اللي هي النسبة إيه؟ نسبة الموضوع للمحمول وطرفيها الموضوع والمحمول مع الحكم. يبقى ده إيه؟ إدراكها مع الحكم اللي هو إيه؟ اللي هو الانتزاع والإيقاع. قال مع الحكم المسبوق بالإدراك، ولا بد أن يكون هذا مع الحكم الذي سبق بالإدراك لذلك. الإدراك لذلك اللي هو إيه؟ اللي هو إدراك الموضوع والمحمول والنسبة. فالحكم لا بد وأن يسبق بهذا، ما ينفعش الحكم يجي إلا كده.
الحكم لابد أن يسبق بإدراك الطرفين وإدراك العلاقة بينهما، ثم بعد ذلك تسلم النفس لهذه القضية أو لوقوعها أو تسلم لعدم وقوعها. عند ذلك يكون إيه؟ يكون تصديق. يبقى التصديق هو مجموعة هذه الأشياء. هل هي أركان أم هي شروط؟ اختلاف بين الرازي والحكماء. فالرازي يقول بأنها أركان، والحكماء يقولون بأنها شروط. ولذلك يقول لك إيه بقى في شرح الورق، شرح السلم، يقول لك شطر ولا شرط؟ شطر ولا شرط؟ شطر يعني ركن، شرط يعني ها متوقف عليه. قال بعد ذلك وإدراك النسبة، اللي هي النسبة ليه ها، اللي هي النسبة الكلامية اللي هي ثبوت الموضوع للمحمول، وطرفيها اللي هو يا مشايخ اللي هو الموضوع ها والمحمول مع الحكم، مع الحكم المسبوق، يعني وإدراك كذلك الحكم اللي هو الانتزاع والإيقاع. هذا الانتزاع والإيقاع المسبوق للإدراك لكلا المحمول والموضوع والنسبة، تصديق. طيب إيه بقى صورة التصديق يا علامة ومولانا شيخ الإسلام الرملي؟ قال كإدراك الإنسان والكاتب. تقول مثلا الإنسان كاتب. إدراك الإنسان بمفرده تصور، وهو أنه حيوان ناطق، وإدراك الكاتب وأنه شخص ذات صدر منها الكتابة، ده مولانا ده لوحده تصور. وثبوت الكتابة للإنسان إن نربط ما بين الاثنين بدون محكم وبدون معمل أي حاجة، اللي هي الثبوت تصور. طيب التسليم لهذه القضية والإذعان والقبول كما يقول شيخ الإسلام البجوري هو دوة التصديق. طب الثلاثة اللي قبل أركان ولا شروط؟ خلاف. والراجح ما ذهب إليه الإمام الرازي أنها شطور وليست شروط، ده هم رجحوا الإمام. طيب قال كإدراك الإنسان بمفرده وإدراك الكاتب، ما وإدراك الكتابة ثبوت الكتابة للإنسان وكون الكاتب ثابتا للإنسان، مش الكاتب بقى الكتابة، يبقى إطلاق الكاتب على أطلاق الكاتبة على الكتابة من قبيل المجاز، يعني أطلاق اسم الفاعل على المصدر، أطلاق اسم الفاعل وأراد المصدر، لأن الكاتب مش هو اللي ثابت للإنسان. وما اللي ثابت للإنسان يا مولانا؟ الكتابة. وكون الكاتب ثابتا للإنسان. طيب ديت اللي هي النسبة، النسبة الكلامية. طيب وإيقاعه، يبقى إيقاع النسبة أو انتزاعها، إيقاع النسبة أو انتزاعها هو ده التصديق. وإيقاع النسبة يعني إيقاع أن الكتابة ثابتة لزيد، أو انتزاع النسبة يعني أن الكتابة ليست ثابتة للإنسان مثلا. ذلك في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب. الصادقين في الجملة، يعني صادقين في الجملة؟ أصل الجملة إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، لكن كونك أن أنت تقتصر على الصدق لأن الصدق هو الأصل والكذب احتمال كما يقول السعد التفتزاني. ولذلك قال في الجملة أشار به
إلى وجه تسمية الإدراك المخصوص بالتصديق. ليه إحنا سمينا اللي هو الانتزاع والإيقاع تصديق؟ ليه ما سميناهوش تكذيب؟ لأنه ما هو الإيقاع دوت ممكن يخالف الواقع هيبقى تكذيب، وممكن يوافق الواقع يا مشايخ يبقى إيه؟ يبقى تصديق. صح؟ طب لماذا سميتموه تصديق ولم تسموه تكذيب؟ واخد بالك الكلام ده اللي قاله مين بقى؟ الشيخ الإسلام العطار هو اللي قال الكلام الحلو ده. قال في حاشيته على المحلي، بارك الله فيك وأكلك لحم ديك، وأنا معاكم برضك، يعني مش تقول لي أصلا أنا نباتي وما باكلش لحم الديك، واخد بالك، ومش هنعمل ومش هنسوي، ماشي. وأنها باعتبار أشرف الاحتمالين، ما هو الصدق احتمال والكذب احتمال، ما هي دي قضية، والقضية قد تحتمل الصدق وقد تحتمل الكذب. مش وش خبر؟ مش احنا قلنا واخد بالك وفي الخبر أنه ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. ده الكلام ده فين؟ في السلم أيضا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ولذلك عرفنا الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وبعضهم عرفه بأنه ما احتمل الصدق لذاته، وأما الكذب ده أحد احتمالين وهو احتمال عقلي، والأصل في الأخبار هكذا أن تكون صادقة، أو لأنه سماه بأشرف الاحتمالين. الجملة دي اللي هي الانتزاع والإيقاع قد توافق الواقع وقد تخالف الواقع، ده احتمال واحتمال، لكنني سأسميها تصديقا لأن الموافقة أشرف من المخالفة. الموافقة التي هي تصديق أشرف من المخالفة التي هي تكذيب. وأنها باعتبار أشرف الاحتمالين، الاحتمالين في الخبر المتضمن له وهو التصديق، لأن كل خبر في نفسه طيب ما احنا قلنا كل ده، بقول لكم دلوقتي بالمعنى مش هنقلكوا حاجة، اللي عايز ينقل يروح للإيه؟ للكتب وينقل. وقيل الحكم إدراك. هو الحكم إيه؟ إدراك ولا انتزاع وإيقاع؟ افهم الحته دي حلوه. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول الحكم ادراك. هو الادراك فعل؟ ادراك مش فعل. الادراك ده عباره عن قبول التاثر والاثر. قبول الايه؟ طيب هو الفعل دوت صادر من الانسان، كالاكل كالشرب كالنوم كالضرب كالجلوس كالقعود، هي عبارة عن وصف يصدر ويحصل من الإنسان. أما الإدراك فهو مش فعل، ده تأثر يا مولانا، ده قبول للأثر. زي بالضبط كده أنا رحت ضربتك في وشك، وشك إحمر، هو الحمرة اللي أنت اللي في وشك دي انت اللي عملتها ولا اتعملت فيك؟ هشرحها لكم بطريقه سهله، وكاننا قاعدين على المصطبه في الغيط بناكل قصب. يبقى هو اتعمل فيك. طب هو الادراك ده ايه؟ ده الادراك ده اتعمل فيك. طب والانتزاع ده انت اللي عملته. مش سهل كده. ايه ده؟ هو العلم سهل كده؟ والله سهل. يبقى الادراك ده صنع بك، ها، وأما الانتزاع ده صنع منك، عامل زي الموت، الموت قام بيك، وانت قامت زيد ده قام به ولم يقع منه. يبقى في فرق ما بين الشيء الذي يقع عليك والشيء الذي يقع منك، صح كده؟ واحدة واحدة بقى. فهو بيقول ايه؟ بيقول ان الادراك
مش مسألة وقعت منك، دي مسألة وقعت عليك. فلما نعرف بالإدراك جميل، لكن لما عرفه بقى بالانتزاع، الانتزاع غير الإدراك. الإدراك وقع علي، الانتزاع وقع مني. فلما نيجي نعرف الحكم ما نعرفوش بإيه؟ بإنه هو إدراك، ما نعرفوش بإنه هو انتزاع، نعرفه بإنه هو إدراك. وتعريف بعض الناس ليه بأنه انتزاع تعريف له بما ليس موافقا لحقيقته، لأن حقيقته يا مولانا إدراك، يعني شيء وقع علي، وليس انتزاع شيء وقع مني. لكن هناك بعض العلماء كالقطب الراس عبروا بالانتزاع، أن الحكم انتزاع. قالوا لا، الحكم مش انتزاع، وتعبيرهم بالانتزاع هيوهم أنه من قبيل الأفعال وليس من قبيل التأثرات. تأثرات يعني يا مشايخ، يعني حاجة اتعاملت فيا، واحد ضربني بال يعني بقبضته هكذا فعلمت فيا، يبقى ده انا مفعول بيا مش انا فاعل. فالادراك من قبيل ما يقع على الانسان لا من قبيل ما يحصل للانسان. يبقى الحكم هل هو ادراك؟ ادراك. فمن عرفه بانه انتزاع عرفه بشيء يقع منه مع انه يقع عليه. ولذلك ايقاع النسبه وانتزاعها وهو من قبيل افعال النفس، للي عايز يكتب لان دي مهمه. قال إيقاع النسبة وانتزاعها هو فعل من أفعال النفس، فلا يكون إدراكا. لأن الإدراك انفعال، وهو لا يكون فعلا، يعني والانفعال لا يكون فعلا، لأن الفعل هو التأثير وإيجاد الأثر كده هو. يبقى أنا اللي ضربت يبقى أنا اللي أثرت. طب وأنا اللي ضربت؟ أنا اللي تأثرت. شفت سهلة إزاي؟ لبال مش هتلاقي حد يسهل لك العلم بالطريقة دي. فادعوا لي ان ربنا يفتح عليها وعليكم. انا بحب انزل بابسط العبارات حتى يفهم الكل. احنا جايين عشان نفهم، نفهم الاول احنا ونفهم، نتعلم ونعلم. لان الفعل هو التأثير وايجاد الاثر، والانفعال هو التأثر وقبول الأثر. ولذلك ما تكتبوش بقى الحتة دي، الرحمة لم بالمعنى اللغوي اللي هي الانعطاف وفي شيء في القلب وهكذا، لا 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 يوصف بها المولى سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنها انفعال. انفعال يعني ايه؟ يعني حاجة وقعت. إذا وربنا فيه لا، ده جل جلاله سبحانه وتعالى. والناس عن ذلك السلفية ما فهموش الكلام ده، لأنهم لا يتدبرون لا يتفكرون، وإنما من الأرض يأكلون وكالماشية يسيرون. نرجع نقول فلا يصدق، ده عايز يكتب ويكمل، فلا يصدق أحدهما على الآخر طيب حلو كده مشايخ الإسلام. نرجع بقى للعبارة المعنى دي لأنها جميلة وسهلة، وسبحان الله أشعر إن إنها اتفكت عن النوبة اللي فاتت واللي قبلها بكتير. صح؟ قال الحكم إدراك أن النسبة واقعة، لأن هو بيقول لك هنا إيه؟ هو بيقول لك وإدراك النسبة مع الحكم. إيه هو الحكم ده؟ قال له الحكم اللي هو في التصديق،
ما هو الحكم هو التصديق هو الحكم يا مولانا. هو ايه هو بقى الحكم؟ هو الادراك الذي هو عباره عن قبول الاثر والتاثر ولا الانتزاع والايقاع اللي هو التاثير وهو الفعل. شفت بقى الكلام ده؟ هتروح تلاقيه في الشمسية كده وإلى آخره. الحكم أدراك أن النسبة واقعة أو غير واقعة. طيب يا مولانا، قال بعضهم وهو التحقيق، قال بعضهم وهو التحقيق، هتلاقيها نفس العبارة في الجامع الشيخ المحلي على جمع الجوامع، وهو التحقيق. ودي عبارة مين؟ عبارة القطب الشيرازي. خبرك العبارة دي بتاعت القطب الشيرازي. وهو التحقيق ده عبارته كده، عبارته في الشمسية كده. الحمد لله. وهو التحقيق والإيقاع والانتزاع ونحوها كالإيجاب والسلب عبارات يعبر بها. يعني إيه عبارات؟ تروح كده للشيخ الإسلام العطار يقول لك يا مولانا على المحلي، يقول لك يعبر بها عن الإدراك المخصوص، يعبر بها عن الإدراك المخصوص وغير، فغير مراد بها ما تعطيه ظاهرها من أنها أفعال. يعني إيه عبارات؟ هو عايز يقول لك إن الإيقاع والانتزاع يعني بتعطي معنى الفعلية، لكن هو مش قاصد ما تعطيه هذه العبارة من هذا المعنى، هو قصد به الانتزاع والإيقاع الإدراك، ولا يقصد مردود هذه العبارة التي يفهم ويتوهم منها أنها من قبيل الأفعال. ولذلك لو عايز تكتب اكتب الجملة دي، عبارات أي يعبر بها عن الإدراك المخصوص غير مراد بها ما تعطيه أو ما يعطيه ظاهرها من كونها أفعالا. يعني ايه عبارات؟ يعني اللي انا بقوله لك ده، يعني يعبر به، يعني كلها عباره عن جمل، وهذه الجمل انما يؤتى بها من اجل ان نعبر بها عن الادراك، ولسنا قاصدين لمردودها وما يتوهم منها، بس كده. طب يا مشايخ، وقيل إن التصديق هو الحكم وحده. هنا بيشير الشيخ الخطيب الشربيني بيقول هذا مذهب الحكماء. الحكماء بيقولوا لا، التصديق هو الحكم فقط، اللي هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. والمناطق بيقولوا لا، ده هو إدراكات أربع. اللي هو إيه بقى الإدراكات الأربع؟ قال هو إدراك المحكوم عليه والمحكوم به وكل أجزاء اللي هي القضية، يعني أركان عندهم زي الرازي. يبقى إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة الكلامية وإدراك الانتزاع والإيقاع. والشيخ الخطيب بيقول لو قلنا إن الحكم إدراك يكون التصديق مجموع الإدراكات الأربع،
اللي هو ايه؟ ادراك المحكوم. بلاش نخش لها من المحكوم، ادراك الموضوع وادراك المحمول وادراك النسبه وادراك الايقاع والانتزاع. ادراك ان النسبه واقعه وان النسبه ليست بواقعه. واذا قلنا ان الحكم ليس بادراك، حاجه ثانيه، يكون الادراكات الثلاثه ونفس الحكم، وهذا راي المناطق. وقيل هو الحكم وحده. طيب خلصنا من هذا اللي هو صدره هنا. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على العلم. هل العلم يعرف بالحد والحقيقة أم لا؟ وهذا هو الكلام الذي سنتكلم عنه الآن. قال: وتصور العلم بحقيقته، وهذا هو محل النزاع، أن العلم هل يتصور بحقيقته، حقيقته اللي هي إيه؟ اللي هي الذاتيات واللي هي العرضيات. الذاتيات ده تعريف بالحقيقة اللي هو الحد، العرضيات ده تعريف بالرسم. لكن هنا بحقيقات يعني إيه؟ بحده، يعني أجيب له جنس وأجيب له فصل. قال: وتصور العلم بحقيقته نظري لا ضروري. نظري يعني أستطيع أن أنا أعرفه بحده وآتي بجنس ثم بعد ذلك بفصل، أو آتي وهكذا. خلافا لبعضهم، ذهب بعضهم إلى أن العلم لا يعرف، ده العلم بديهي مش محتاج لتعريف، ده بمجرد ما تلتفت النفس إلى العلم تدركه وتعلمه، ولا يحتاج بعد ذلك إلى لا تعريف ولا 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 إلى آخره. ولذلك هنا بص في الحاشية بيقول لك إيه، بيقول لك يعني الإمام خلافا لبعضهم، يعني الإمام الرازي، حيث ذهب إلى أن العلم ضروري، يعني إلى أن العلم من حيث حقيقته ضرورية، يدركه كل أحد، حتى البل، حتى الصغار، حتى الصبيان، أي تصوره بدهي، لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به. كل الأشياء فيما عدا العلم إنما تعرف بالعلم، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له. ولأني أعلم بالضرورة كوني عالم، طب ما أنا عارف إن أنا عالم مثلا، عالم بوجودي، عالم بإن أنا في الرواق الجاوي، مش محتاج بقى أن أنا أعرف العلم علشان بعد ذلك يتوقف هذه الجملة عليه وهكذا. وتصور العلم جزء منه، وجزء البدهي بديهي، اللي هو كوني عالما بوجودي، دي جملة بدهية، وهي مكونة منين؟ من عالم ومن الوجود. وجزء البدهي إيه؟ بدهي، يعني هذه القضية كلها بدهي، فأجزاؤها كذلك بدهي. كلام بقى طويل في الحاشية. وما تقرر من أن العلم يحد خالف فيه بعضهم، بعضهم قال لا العلم لا يحد، وهو الإمام الرازي أيضا، وقال إمام الحرمين إنه نظري لكن يعصر تحت، صعب جدا، مع أن أنا بقول إنه نظري مش ضروري، إلا أنه صعب جدا يحد، ولا طريقة إلى معرفته إلا أن احنا نقسمه أو نأتي بمثال له، محتجا بأشياء، منها أن الحد، وانت عايز دلوقتي الحد إيه وظيفته؟ الحد هو الذي يوضح ويكشف لك الحقيقة. هو الإيه؟ ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، هذا هو الحد، هذا هو الذي كشف لك حقيقة الإنسان. قال: الحد يكشف عن حقيقة المحدود. الإنسان هو المحدود، وحده حيوان ناطق، وهذا الحد هو الذي أوضح لي حقيقة الإنسان. قال: وبالعلم تكشف الأشياء. ده العلم ده هو الذي يكشف لك الأشياء، فهو الكشاف. عارف زي إيه؟ زي الكشاف، أنت في جو مظلم ومعك كشاف، هذا الكشاف هو الذي ينير لك ولا ينير لنفسه، صح كده؟
يبقى بسيطة كده. هو ده الكشاف الذي ينير لي الطريق ولا ينير لنفسه، يحصل لغيره لا يحصل لنفسه. قال وبالعلم تكشف الأشياء، وبالعلم يحصل انكشاف كل الأشياء. علمت بوجودي، علمت ببرودة الماء، علمت بأنني في الرواق الجوي، علمت أنني اليوم الخميس، علمت أنني أجلس لشرح الكتاب، وهكذا. فبالعلم تكشف كل الأشياء، ومن غير العلم لا تكشف ولا يكشف شيء من الأشياء. علمت بأن الجو بارد، وعلمت بأن الجو فيه كذا، وعلمت بأنكم من البلدة الفلانية، وعلمت بأن هذا الموبايل ده العلم هو الذي كشف لي أننا في الرواق الجوي. العلم هو الذي كشف لي أنني أقرأ مادة اسمها أصول الفقه، وهكذا. فلو حد العلم، طيب هو الحد العلم لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول إما أن يحد العلم بنفسه، وإما أن يحد بغيره. في حاجة تالتة؟ ما فيش تالت، اللي عنده تالت يبقى مجنون. فهي قسمة ثنائية لا ثالث لها أيها الإخوة الأفاضل. فالعلم إما أن يعرف بنفسه أو إما أن يعرف بغيره. لما تعرف للعلم، يتعرف للعلم بنفسه، يتعرف للعلم بغيره، ما فيش حاجة ثالثة. ما هو يا إما النفس يا إما الغير. طيب وعلى كل واحدة من هذه إشكال. طيب نمسك حاجة حاجة. فلو حد العلم بغير العلم، لو كان غير العلم هو الذي يصنع لي حد العلم وهو الذي يوصل لي حقيقة العلم من أقرب طريق، لما كان العلم كاشفا لغيره، لأن هيبقى في حاجة غير العلم هي التي تكشف لي حقيقة الأشياء، فلا يكون العلم هو الذي يكشف الحقيقة. فلو حد العلم بغير العلم كان غير العلم كاشفا، وكون غير العلم كاشف محال، لأن العلم لا ينكشف بغيره، وذلك ممتنع، ممتنع أن يحد بغيره. أو بالعلم، أو أن يحد العلم بنفسه، لازم تعريف الشيء بنفسه. إيه هو العلم؟ العلم هو العلم يا أخي. إيه العلم هو العلم؟ ده أنت حاجة يعني جميلة خالص. العلم هو العلم، الله يدخلك الجنة. ما ده انت كده بقى من البول. العلم هو العلم، فسرت الماء بالايه؟ بالماء. تفسير الماء بالماء يبقى يطلع الميه مش ميه، تبقى حاجه ساقعه. والمراد من والمراد من العلم هو الذي يعرف الاشياء على ما هي، كما ان النار حاره، لأن معرفة هذه الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان، بل هي في الخارج على ما في ذهن الإنسان. يعني أنا مثلا أدركت أن النار محرقة، إدراكي للنار محرقة ده علم. هذا العلم لا يخالف الحقيقة الخارجية، فالحقيقة الذهنية مساوية للحقيقة الخارجية. وإلا أو بالعلم لزم تعريف الشيء بنفسه، فالعلم حينئذ هو الذي يعرف ولا يعرف. طيب ليس كلام الجماعة دول الرازي، هو الراجع ليه؟ عشان هو الرازي يعني؟ لا، هو دلوقتي هو صدر الأول لأنه الراجح، وأن العلم نظري، لكن هل يحد أو لا يحد؟ طب ما هو حده، قال لا ده هو نظري وأنه يحد، وهكذا. ولكن هنا الأدلة بتقول لا، بتقول أنه لا يحد، لأنه ساق سند منع الإمام الرازي، وكأنه هو بيرجح ما ذهب إليه الإمام الرازي. وهو إيه بقى اللي ذهب إليه الإمام الرازي خلافا لبعضه؟ إلى أنه لا يحد،
ولأنه ليس نظري بل هو ضروري. هنخش بقى على الجهل لسه معنا وقت لسه. ثم بعد أن تكلم على العلم شرع يتكلم على الجهل. قال والجهل اختلف فيه على قولين، وهذان القولان مأخوذان من قصيدة معروفة لابن مكي في العقائد سماها بالصلاحية، صلاحية لأن اللي طلبها منه صلاح الدين الأيوبي، فكان صلاح الدين الأيوبي إيه؟ أشعاري رضي الله عنه، لأنه أهداها للسلطان صلاح الدين الأيوبي فأقبل عليها. إيه ده أراها كده الله، ده إيه ده، ده جمع عقيدة أهل السنة والجماعة، ده ما فيهاش وهابية الحمد لله ولا فيها سلفية ولا تلفية. فأقبل عليها وأمر بها وأمر بتعليمها وجعل الصبيان في المكاتب يحفظونها. يعني إيه؟ يعني في الكي جي وان. اختلف فيه على قولين أرجحهما، يعني أرجح هذين القولين لشموله كل من القسمي الجهل المركب والجهل البسيط. يعني رجحنا هذا التعريف لأنه يشمل كل من الجهل المركب والجهل البسيط، والثاني لا يشمل إلا أحد نوعي الجهل كما سيأتي الكلام عليه. أنه عدم العلم، يبقى مقابلته بالعلم مقابلة الإيه؟ الملكة، العدم بالملكة، لأن احنا قلنا العلم هو معرفة، ده يقول لك عدم المعرفة، يبقى مقابلة بينهما مقابلة الإيه؟ العدم بالملكة، وليس من مقابلة الضدين. واخد بالك؟ أنه عدم العلم بما، يعني عما، فالباء هنا بمعنى عن، عما من شأنه يعني من صفته ومن حاله أن يقصد، يعني أن تتوجه إليه النفس ليعلم، عما من شأنه العلم. يبقى خلي بالك في عالم وفي معلوم، المعلوم لابد أن يكون من شأنه أن يعلم بحيث تتعلق به أو تتعلق به القصود، والعالم والشخص لابد أن يكون من شأنه العلم، يعني ممن يتأتى وصفه بالعلم، وهذا الشيء لابد أن يكون من وصفه أنه يتعلق به العلم، حيث إنه لو نفي عنه العلم يكون جهلا. ولذلك ما ينفعش أقول لك الحيطة دي جهلة تبقى أنت اللي جاهل، لو وصفت الحائط بأنه جاهل يبقى أنت اللي جاهل، لأن الحائط ليس من شأنه أن يعلم. حمار طومة. إيه حمار طومة ده؟ طب سيب حمار طومة ده. ولذا ما احنا اعترضنا عليه بهذا، ما أنا فاكر اعترضنا عليه بكده، حكار حمار الحكيم طومة، لو أنصف الظهر لكنت أركب. أخي بالك، فصاحبي جاهل جهل إيه؟ يعني فأنا جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب، ده حمار عم الحج تومة. طيب فهنا لا تصف الحائط بأنه جاهل، لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يعلم حتى يعني إيه تنفي عنه العلم، لأن احنا بقول لك ملكة وعدم ملكة. ولذلك عندما لا يتعلق أو عندما لا تعرف ما في بطن الأرض وما في بطن البحار لا نقول بأنك جاهل. لماذا؟ لأن ما في بطون الأرض وما في بطون البحار ليس من شأنه أن يعلم حتى يكون عدم العلم به جهلا. يبقى لابد أن يكون هناك شيء في الشخص وشيء في المعلومة. يبقى أنه عدم العلم
عما من شأنه أن يقصد ليعلم. فما في بطون الأرض ليست من شأنها أن تقصد وليس من شأنها أن تعلم. ليعلم عما من شأنه أن يعلم اللي هو أنا. ولكن ما تقولش ياه للحمار ده أنت جاهل قوي، لأن الحمار ليس من شأنه أن يعلم. بأن لم يدرك أصلا، يعني بأن لم تطلع عليه مطلقا فأنت جاهل به، كجهلك مثلا به يعني علم الحكمة العالية ما تعرفش عنها حاجة خالص، يبقى أنت جاهل. ليه؟ لأن علم الحكمة العالية يصدق عليك أنك لم تعلمها، وهي من شأنها أن تقصد ومن شأنها أن تعلم، وأنت من شأنك أن تعلم. يبقى بأن لم يدرك أصلا، الباء هنا يعني باء للتصور، يعني ويتصور هذا في أمرين. بأن لم يدرك أصلا يعني بأن لم يتعلق به إدراك مطلقا، ويسمى الجهل البسيط. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك عما من شأنه أن يدرك لمن شأنه أن يدرك، ويسمى الجهل البسيط جهل بسيط لأنه عدم العلم تماما، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، يعني بأن كانت النسبة الذهنية مخالفة للنسبة الخارجية، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه جهل مركب، كاعتقاد الوهابية. فإنه جهل يا مولاه، جهل مركب. لماذا؟ لأن لمؤاخذة يعني الزبالة اللي في الجمجمة والزبالة اللي في العقل مخالفة للخارج، فيبقى ده ايه؟ يبقى أدرك على خلاف الواقع ونفس الأمر. قال أو أدرك على خلاف هيئته وصورته وحاله في الواقع ونفس الأمر، ويسمى الجهل المركب، وهو أسوأ. ليه؟ لأنه جاهل ويجهل إنه جاهل، فهو جهلين. عدم العلم رقم اتنين، ده انت جاهل، ده انت مش عارف ان انت جاهل يا جاهل على الوهابي يعني. ويسمى الجهل المركب لأنه جهل المدرك ما بين قوسين أي الوهابي بما في الواقع، لأنه ما يعرفش العقيدة الحقيقية، العقيدة اللي في ذهنه دي مخالفة للعقيدة الحقيقية، مع جهله بأنه جاهل. ده كمان مش جاهل، ده بيقول لك لا أنا العالم وأنت اللي جاهل، أنا من أهل السنة وأنت من أهل البدعة، ربتني بدائها وانسلت. كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى قديم، ده جهل. لماذا؟ لأن هذه النسبة وهو قدم العالم مخالفة للواقع، مخالفة للنسبة الخارجية. رقم اثنين أنه لا يعتقد أنه جاهل، بل يعتقد أنه عالم وأن ما عنده هو الحق، فهو جهل بحدوث العالم وجاهل بأنه جاهل بذلك. وإدراك المجسمة أي الوهابية أن الباري تعالى جسم. طب ما هو اللي هم عمالين يصفوه ويغالوا في الإثبات وفي الإثبات وفي الإثبات، هذا أعتقد أنهم يعني يعتقدون في أنفسهم بأنه جسم، غير أنهم لا يبوحون بذلك خوفا من التكفير والتفسيق والتبديع. لا لا، الإغال في الإثبات يلزم منه هذا، ولكن لازم المذهب ليس بلازم إلا أن يكون لازما بينا، ولذلك ما كفرناهمش. شوف احنا حلوين ازاي، مع ان هم بيكفرونا
يقول لك خلي بالك بتوع الأزهر دول علماء ولكن مشركون. يا ابني ازاي يعني؟ ده العلم يناسبه التوحيد، والجهل اللي انت عليه يناسبه الشرك، واخد بالك؟ بس احنا ما بنكفرش، احنا في زمن ما بنكفرش في حتى الكافر، لانه هيفهم بطريقه خطا، لكن جوه قلوبنا مالكش دعوه باللي في قلبي، اللي في قلبي ده سيبه لربنا، انت مالك بيه. وادراك المجسمه ان الباري تعالى جسم، تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، لان الجسم ده مركب، والمركب ده بيحتاج كل جزء منه الى الجزء الاخر، فهذا يعني هو في غايه اثبات الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. ايه ده؟ جسم يعني تشبيه، يعني كاجسامنا يعني، ولا جسم لا كالاجسام؟ لو قلت جسم كاجسامنا تكفر، لانك شبهت المولى سبحانه وتعالى بخلقه، ولو قلت جسم لك الأجسام يبقى أنت شخص عبيط ومش فاهم حاجة، لأن ليس لنا جسم لك الأجسام. هو الموبايل ده موبايل ولكن له ليس موبايل، لا لا ده أنت حاجة حلوة خالص. أنت تخش بقى عندنا هنا كده في العباسية في حاجة اسمها سراية المجانين، تجلس كده مع الناس اللي هي بيقول لك وسع وسع للعقلاء. كان في عندنا زمان فيلم اسمه ايه وسع وسع للعقلاء، المجانين يخش جوه المستشفى المجانين، والواحد منهم يمسك علم عامل زي علم واخد بالك الولايه اللي هو ساكن فيها قدح او غير قدح، ويجري ويقول لك وسع وسع للعقلاء. لا ده انت ما هو كلامك متناقض، انت بتقول ايه؟ جسم ليس بجسم. هو احنا عندنا جسم لك الاجسام؟ هو انا عندي انسان لك الانسان، امال كيبقى ايه؟ كالطائر يعني؟ لا ما هو اصل المشكله ان هم ما بيفكروش، ولذلك هو ايه اللي خلى الجماعات التكفيريه تنتشر بهذه الطريقه او تخرج من عباءتهم؟ لانهم ما بيفكروش، ما تعلموش هذه العلوم العقلية الدقيقة، واخد بالك؟ يعني أنا ممكن أقول لكم مثلا الشمس طالعة دلوقتي هتصدقوني؟ لا. ليه؟ لأنك بتفكر في اللي أنا بقوله لك، أنا شيخك آه، واخد بالك؟ فلكننا نتناقش، ما بياخدش كلامي على أنه مسلمات، ونقعد بدليل البارحة إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال لي لا يعفونا ديت مش بتاعة الرجال دي بتاعة النساء، قلت له لا ده هو المراد فيما بعد، وظللنا نتناقش. اتعلم كيف يفكر، كيف يناقش. فهم خرج من عباءتهم التكفيرين اللي هم دخلوا الكنيسة وفجروها، لماذا خرجوا من عباءة هؤلاء؟ لأنهم معلموش أبنائهم التفكير السليم، معلمش ابن يقعد كده ويتامل. فبهو تقعد تقرا الكتاب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وفي كل مره تتامل فيما قراته قبل ذلك، يا ترى ده صواب موافق قراءته سليمه؟ لا، ما هو ده اللي قال عنه الامام الشافعي يعني ايه وطول زماني. اخي لن تنال العلم الا ايه؟ بستة أشياء سأنبيك عن تأويلها بإيه؟ ببيان. ها ذكاء، يعني لازم أن يكون دماغك دي ها يعني في خامة وقماشة نستطيع أن احنا نفصلها، هو ده الذكاء. ها ذكاء ها وحرص، يعني عشان تحضر حتى الدرس حتى ولو كان عندك امتحان. اه والله، وخلي بالك هتروح تلاقي ربنا بيوفقك وتقرا الحاجه اللي هتجيلك في الامتحان. وحرص، انا ضامن ان انا اقعد سنتين ثلاثه في مصر واخلص الكتاب؟ ما انا ممكن على ما اخلص الكتاب ده واخد بالك اروح بقى اقعد شويه عشان اذاكر وكلام من ده، وارجع الاقي نفسي فاتني قطعه كبيره، وبعد كده خلصت وطلعت على ماليزيا بدرس، ويقولوا لي طب يلا قول لنا بقى الحته ديت. ايه ده شلتوت كان بيدرسها ما حضرتها؟ ده ما انت اللي ضعت. يبقى ايه؟ لابد من الحرص، حرص على حضور المجالس، الحرص على قراءة العلم، واخد بالك؟ يبقى ذكاء وايه؟
وحرص واجتهاد. يعني حضرتك قبل ما تيجي تقرأ الدرس، وبعد ما تذهب إلى البيت تقرأ الدرس وتحفظ العبارات المهمة وتجتهد وتقرأ مع هذا الشيخ ومع هذا الشيخ وهكذا، ولا تفرق بين أحد من المشايخ. واجتهاد وبلغة، يبقى لازم أن يكون معك دولارات أو معك رينجت علشان خاطر تشتري الكتب، علشان خاطر تقيم في مصر، علشان خاطر تأكل وتشرب. ما هي دي البلغة؟ يعني شيء يتبلغ به، يعني مؤنة مالية، واخد بالك، سيارة كريم. وهكذا وبلغة. وصحبة أستاذ، يا سلام، شوف ما تصاحب أستاذ تقرأ معه في القراءة الأولى والثانية والثالثة، وفي كل مرة ترى كيفية شرح العبارة وكيفية تناولها وكيفية استعمال المنهج العلمي في تحليلها وتفسيرها. وصحبة إيه؟ وطول زماني. العلم مش عايز أنت تقرأ كلمتين والدورة الفلانية واطلع اجري. دورة يا مشايخ، دورة يا ابني أنت وهو. العلم عايز يقعد كده وتمسك حرف حرف وكلمة كلمة وتتأمل فيها. النطق السريع ده سيء، هيؤثر على تكوينك العلمي. لازم تقعد ولازم تتأمل وتذاكر وتنظر في العبارة، حكم الذهن الجازم ولا الجازم، ونقعد كده. لازم يكون معاك هذا التأمل وطول إيه زمان. سيدنا أبو حنيفة يقول ثبت عند حماد فنبت، مش الدورة الفلانية اللي فلان الفلاني يجلس الشهر ويطلع يجري. ايه ده، هو كونك فين؟ شهر يديك ايه انت وهو؟ تكوين ده فساد يا ابني والله. شوف الشيخ عامل لاجين بقاله معايا بقاله 15 سنة بيدرس، شوف الكتاب فضل فيه كم سنة بيدرس فيه، واخد بالك. شوف الكتاب ده والكتاب ده، الدورات دي إنما تصنع لمن أراد التثقيف لا لمن أراد العلم. أراد العلم لازم يجلس ويتأمل. طيب يا مشايخ، إحنا إيه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ الجهل. لا مش الجهل بقى، الوهابية، المنهج العلمي. ولذلك العيال كانت تطلع يتشحنوا وأول ما يحط المعلومة في ذهنه ما بيشلهاش، وكنا نناقشهم فما يعود منهم إلا القليل. ليه؟ لأن مفيش، لم يتربى في بدايته على المرونة، على التفكير، على التأمل، على البحث. مفيش، ده اتاخد وتحط في ذهن هذه الأفكار الشوم، وبعد ذلك تحرك يقتل هنا ويقتل هناك، وبعد ذلك تحرك يشوه صورة الإسلام، وبعد ذلك قتل الآمنين، وبعد ذلك ذهب إلى الناس في معابدهم وأفسدها عليهم، وأفسد فرحة الاحتفال بمولد رسول الله، بل وانتحر وظن أنه شهيد في سبيل الله. ده انت ابني فجرت نفسك، ده انت منتحر يا ابني، بل انت فاكر انك شهيد. لا، انت مش شهيد ولست شهيدا ولن تكون شهيدا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لك في أن تفعل هذا. ده أماكن من الأماكن التي امتنع المسلمون عن دخولها إلا بإذن أصحابها ودخولا آمنا. طب ده جه منين؟ ما فيش تكوين علمي، في جهل، في فقر، في غباء، في حماقة، في بلاهة، وهكذا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وإدراك المعتزلة، وأنتم تعلمون من هم المعتزلة، أن الله لا يرى في الآخرة. هم يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، وهذه الجملة وهي عدم الرؤية في الآخرة مخالفة للواقع ونفس الأمر، فتكون إيه؟ جهلا. وهم يجهلون بأنهم جاهلون، لا يعرف حقيقة نفسه مع أنه يرى فيها،
وهذا أمر يعني موجود في العقائد، وهو رؤية الله في الآخرة، وقام عليها الدليل العقلي والدليل النقلي من غير جهة ولا كيف، يعني لا في مكان ولا بطريق ولا بصورة معينة، يرى لا في جهة ولا في كيف معين. وإدراك الجهمية أن مجرد التلفظ بكلمات الإسلام كاف في كون الإنسان مسلما من غير اعتقاد ولا عمل، بس مش قلت لا إله إلا الله بس يلا خلاص كفاية، مش مهم بقى تشتغل ومش مهم تعمل ولا تتعبد ولا 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 ولا، يكفيك ما أتيت به. وخرج بقولنا فهو جهل لأنه خالف الواقع ونفس الأمر، وأصحابه جاهلوا أنهم جاهلون. وخرج بقوله ما من شأنه أن يقصد ليعلم ما لا يقصد، كأسفل الأراضين، وحد بيقصد أسفل الأراضين حتى يعلم ما فيها؟ مولانا في زمانه ما كانوش يقصدون، لكن اليوم علوم كاملة يعني. فين من اللي قصده؟ عندك حد قال لنا حاجة عن اللي في بطن الأراضين؟ اه طبعا في علوم. هو يقصد به القصد العام مش قصد فئة معينة، قصد الغالب. أما واحد اتنين تلاتة ده ما هذا لا يقصد. النفس البشرية ليست مهيئة من أجل أن تقصد هذه الأشياء من أجل أن تعلم ما فيها، لأنه لا يتعلق بها فائدة له. إيه اللي هيستفيدوا بها؟ إيه ما في بطن الأرض هتعمل فيها إيه؟ الأراضين الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسابعة. لكن القرآن يدعو إلى التفكر والاكتشاف. وماله، بس إحنا بنتكلم على مصطلحات. هل ده يعني عدم العلم به يسمى جهلا؟ لا، هنتكلم في مصطلحات سيد الفاضل. لكن روح تفكر وقلب بطن الأرض وخش جواها كده واخد بالك وادفن نفسك فيها وربنا يبارك لك. هعمل لك ايه؟ لكن هنتكلم في مصطلحات، ايه هو الجهل المركب وايه هو الجهل البسيط. لكن قد نقول جهل ولكن غير ضار، جهل لا يدر كما يقال. لا، ما يتسماش جهل اصلا، ده هو يعني لو لم يعلم ما في بطن الأرض لا يقال بأنه جاهل. طب هو ده بقى ينافي أن الله دعا إلى التفكر والتأمل والبحث والفحص والسير والمير وكل ده؟ لا، احنا بنتكلم في معنى غير المعنى اللي حضرتك بتعمله. لا، ابحث في الأرض إن كان هذا ينفع البشر وإن كان ينفع المخلوقات، لكن كوني إن أنا ما أعرفش ما في باطن الأرض أنا لست جاهلا بذلك، لا أسمى جاهلا. طيب، قال فلا يسمى عدم العلم به يعني بما في أسفل الأراضين جهلا. وبقولنا عما من شأنه العلم الجماد والبهيمة، خرج بذلك الجماد والبهيمة، فما تقولش يا ده البهيمة دي جاهلة قوي، ده التليفون ده جاهل قوي. لماذا؟ لأنه لا يتصف به، فلا يتصفان بالجهل. وقال الإمام الزركشي وعلى هذا فلا يصح من قول من قال قال حمار الحكيم، اللي هو ايه واخد بالك، اللي هو البيت المشهور المعروف، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر لكنت أركب، فأنا جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب. يا عم ده الحمار نفسه بيقول أنا جاهل جهل بسيط، أنا وأنت أصلا من شأنك أن تعلم حتى يكون عدم العلم فيك جهلا؟ يا راجل عيب أنت بتقوله ده، خليك حمار ابن حلال. وثاني القولين أنه تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني ما هو عليه في الواقع، يعني في النسبة الخارجية خارج الأذهان. فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا، فالجهل البسيط اللي هو عدم العلم ليس جهلا على هذا، لأن هذا التعريف إنما ذكر واختص الجهل المركب فقط وجعله جهلا. فهل يا ترى من أجل أن البسيط ليس جهلا أو لأن هذا هو
الذي ينبغي أن يعرف لأنه لا يعرف أحد أو لا يعرفه كثير من الناس؟ قيل وقيل. يبقى تصور الشيء، يبقى ده إدراك، تصور يعني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، يعني إدراكا مخالفا للحقيقة وللوجود الخارجي. ويحتمل، ده احتمال، أنه يكون هو قصر الجهل على الجهل المركب وقال إن البسيط ده أصلا ليس جهلا. قال واحتمال أن المصنف اقتصر على هذا، اقتصر في تعريفه على الجهل المركب لشدة قبحه، على هذا لقبحه، لأنه قبيح، لأنه مكون من جهلين مش جهل واحد، مع أن البسيط عنده جهل لكنه لم يعتبره، لم يعرفه، لأنه مش أسوأ من اللي احنا فيه، أو أن الجهل عنده يختص بما عرفه وليس البسيط جهلا. وإنما قال المصنف في تعريف العلم معرفة وفي تعريف الجهل تصور، لأن الجهل ليس بمعرفة. طبعا هو يجي ويقول الجهل بدل ما يقول تصور الشيء يقول معرفة الشيء، هو الجهل معرفة؟ شوف الكلام الجميل، يقول لك ده هو نوع، قال في العلم معرفة الشيء المعلوم على ما هو في الواقع ونفس الأمر، عرف العلم بهذا بأنه معرفة، وقال في الجهل المركب تصور الشيء ولم يقل معرفة الشيء. ليه؟ قال لأن الجهل مش معرفة. أنت منين؟ مش تنفع يقول هو الجهل ينفع يبقى معرفة؟ الجهل مش معرفة، الجهل التصور إدراك، وإنما هو حصول شيء في الذهن. ده عبارة، الجهل ده عن عبارة عن حصول شيء في ذهن الإنسان، نسبة معينة حصلت في ذهن الإنسان. والخطأ إنما هو في حكم العقل، يعني أنا شايف حاجة جاية من بعيد، شبح، لا شك أن هذا الذي رأيته شبح، لكن حكم عقلي بأن هذا الشبح حمار، فلما دنا مني ظهر أنه فرس. يبقى الخطأ يا مولانا ليست في الرؤية، الرؤية كما هي موافقة للواقع ونفس الأمر أنه شبح، وإنما في أن العقل حكم على هذا الشبح بأنه حمار فخرج فرس. قال لأن وإنما هو شيء حصل في ذهني، والخطأ إنما في حكم العقل. مثلا إذا رأى شبحا من بعيد وهو بعير زي ما أنا قلت لكم كده، وحصل منه في ذهنه صورة فرس، أول ما شفت الشبح حصل في ذهني صورة فرس، هو مش حصل في ذهني بمعنى، هو حصل في ذهني الحكم بأنه فرس، لا التخيل مطابق اللي بره، وأنا تخيلته في عقلي وفي ذهني موافق، لكن ده أنا حكمت حكم، ده هو يا مولانا عبارة عن إيه؟ الصورة دخلت عينك وتكونت في ذهنك، لكن عقلك حكم بأن الصورة اللي حصلت في ذهنك هذه صورة فرس. يبقى الخطأ فين؟ لا في الوجود الخارجي ولا في الصورة اللي حصلت في ذهني، وإنما في حكم العقل. فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذا هو كتاب حلو اللي كده النبادي. وحصل منه في ذهنه صورة فرس. طيب قال فتلك الصورة صورة الفرس وإدراك له. الصورة اللي حصلت ديت هي نفس الصورة اللي بره، هي نفس الصورة اللي حصلت جوه، لكن كون الحكم على الصورة بأنها فرس بأنها بعير، هو ده الخطأ، جه من هنا، جه من الحكم،
ما جاش من الصورة الخارجية ولا الصورة اللي انطبعت في ذهني، وإنما جاء من الحكم. قال وإدراك له، والخطأ إنما هو في حكم الذهن بأن هذه الصورة للشيء المرئي هي صورة شبح. اقروا تحت كده. السؤال بيقول لك في ميم للشيخ المربي. اقروا كده الحاشية والله ولا كأن فيها نكتة. حول بص، وده من ضمن الأغلاط ومن ضمن التحريفات في المخطوطات. يقول لك وهذه بأن هذه الصورة للشبح المرئي، فهو لمؤاخذة يعني النسخ كاتب للشيخ المربي. هو تقريبا اللي كان كاتب اللي بيكتب المخطوط ده كان رجل صوفي، فبصلها كده قال ايه ده للشيخ. طب ده انا لسه طالع من الحضره للشيخ المربي. احنا لسه طالعين من الحضره. حاجه يعني لطيفه، ده من ضمن يعني خلي بالك التحريفات والتصحيفات في المخطوط. البلاوي كلها بتيجي من النساخ. الناسخ بيبقى لمؤاخذة يعني أسوأ من حمار تومة. فبيكتب أي حاجة. لا ده أنت لو شفت النساخ، في بعض النساخ المعاصرين بكاتب مثلا بدل ما يكتب رشح بخار كاتب مثلا رسح نجار. حاجات لطيفة خالص. قال والخطأ إنما هو في الحكم بأن الصورة اللي جوه ذهنه هي صورة كذا. فالصورة التصورية، الصورة اللي انت تصورتها ودخلت وانطبعت في نفسك مطابقة للصورة الخارجية، ولكن المشكلة فين؟ المشكلة في الحكم. فالصورة التصورية مطابقة، صورة التصورية التي حصلت في عقلك مطابقة لذي أي لصاحب الصورة، سواء كانت موجودة أم معدومة. وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لها. طيب ماشي، هو بيقول فالصورة التصورية مطابقة لذي الصورة، ولذلك التصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له، سواء كانت هذه التصورات موجودة أو معدومة، ممكنة أو ممتنعة. كل ما فيش خطأ في التصور، إنما الخطأ يكون في الحكم. ولذلك سواء كانت يعني هذه الصورة التصورية موجودة أم كانت هذه الصورة التصورية معدومة، وعدم المطابقة ليست في التصورات وإنما هي في أحكام العقل المقارنة لها، أي لهذه الصور. أي عدم المطابقة إنما تكون في الأحكام المصاحبة لهذه الصورة، وهي أن هذه الصورة الحاصلة في الذهن هي ثابتة لذلك الشبح. بس عايزين تكتبوها الحتة دي. طيب وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لها، تقول كده أي عدم المطابقة إنما تكون في الأحكام المصاحبة لهذه الصورة، وهي أن هذه الصورة الحاصلة في الذهن صورة شبح، اللي هو الشيخ المربي. طيب